صينية برجر لحم بالمشروم والكريم. ما بنحتاج لها الوصفة، برجر لحم مشوح. أيضا بدنا فطر طازج مقطع أو كامل، بدنا لتر كريمة طبخ، بصل مفروم، ثوم مهروس وزيت نباتي. كمان بدنا قطعة من الزبدة، معلقة كبيرة من دبس الفليفلة، ملح وفلفل، بابريكا خشنة، بهار السيزن، وتوم وبصل باودر. هاي هي الوصفة وشكلها من المكونات، اشي كمان طيب كتير. يلا نشوف كيف ممكن بس نطبقها، كيف ممكن نعملها في البيوت. يعني هي بتقولنا وصفات بسيطة. لا هاي مش وصفات بسيطة يا شيف علا، يعني وصفة هي كاملة متكاملة. شوفي كيف الفكرة بتطلع. كنت بصراحة يعني حالي كحال أي أم بتيجي بتسأل أبنائها شو بدكم تتغدوا بكرة، خصوصا إذا كانوا هم من اللي بغلبوا شوي بالأكل. فسألت البنت وسألت الولد شو بدكم تتغدوا. واحد قال لي بدي مرة عملتي لنا شرحات هيك لحمة هيك سريعة مع شوية مشروم صواني بالفرن. هم أولادك صح؟ الله يحميهم ويخليهم. الله يخلي أولادكم جميعا. آمين. والتاني صار يقول لي أنا بدي برجر، هاي البرجر والشاورما أنا بعملوا لي هاجس بالبيت. فأنا كأم كيف ممكن أرضي كل الأطراف بدون ما أزعل الأب أو الولد أو البنت؟ فقلت طب أنا ليش ما أسوي صينية مثلا فيها برجر مكان الستيك أو قطع اللحمة اللي هي هيك شوي رفيعة، ويكون فيها المشروم، يكون فيها كل إشي، بس بشرط إنه اللي بده يأكل برجر اللحمة ما يزعل، حيلاقي البرجر قدامه، حب يأخذ منها ومن الصوص بخبزة برجر هيك أنت بتكوني أرضيتي، والتاني شايفها قطعة لحمة مقابله. فأمنا حطينا الشامي على المغربي وطلع معانا صينية من برجر اللحم مع صوص. وبس رح أعطيكم تريك خفيف لحتى يعطيها إشي كتير زاكي. برجر لحم دجاج سمك ما خلينا بكل الخلطات اللي ممكن تخطر ببالكم. فبرجر اللحم حكينا كيف أنا كست بيت أجمده بالبيت، كيف أجيب هاي الورقة من وين، كيف أنا أشكلها بالقالب أبو دينارين ونص ببيتي أو باستخدام غطاية مرتبان أي شيء بزبط معاكي، كيف أنا أجيب هاي الشل أشيلها ويضل معاي أنا نوع اللحم تمام، كيف أتحكم بالسمك اللي بدي إياه، قديش لازم يكون وزنها 150-200 جرام، كيف ممكن أوزن. فكل هاي التفاصيل، وغالبا كنت معي ألكسندرا بهاي الحلقة. إذا رح تلاقوه على اليوتيوب عشان إذا في أي أشخاص عم بيسألوا كيف ممكن نعمل هذا البرجر. موجود على اليوتيوب الطريقة وطريقة أيضا التفريز. إمليت زين، أم أحمد حنتولي، دلال علاونة، فهمية العنزات، محمد عليوة، أم سائر الأغوات من السلط، صباح الفل والياسمين للجميع، جوان أبو هلالة، أم عمر أبو صبعة، صباح الخير، أم معاذ، أم أحمد بن ياسين، ملك البخيت، نور الدربيع من الكرك، تحياتنا. ايضا اشوف اذا في اي اسئله كمان بتقدروا تبعثوا لنا. ام احمد صباح الخير، طريقه البطاطا الجاهزه للقلي تكون مثل اللي موجوده في الاسواق، كيف ممكن يعملوها؟ نعملها تحضيرات رمضان ان شاء الله. نعملكم اياها ان شاء الله برمضان. طرفه السكارني صباح الخير، عبد حردان بني صخر صباح الفل، جواهر بني صخر، ماجد ابو رياش، كمان موسى الزيود صباح الخير، انشراح باشنة، إيمان إدويكات صباح الخير، أهلا وسهلا يا دكتورة، كمان أحمد علامات أيضا. هلا هون حطينا البرجر سواء جبتيه جاهز من السوق، يعني هاي وصفة مسعفة للست اللي ما بدها تطعمي أولادها إشي ناشف أو الجنك فود، بنفس الوقت بدها ترضيهم. هاي فكرة، تروحي على ممكن على السوق وتجيبي لك شوية برجر، ممكن دجاج ممكن لحمة، بس هاي الوصفة أزكى للحمة بصراحة. تمام، وانت تطبقيها بهالطريقة وتطلع بطبخة جديدة. فهون أنا حطيت شوية زيت نباتي، بعدين حطيت الزبدة. أول ما نبلش الزبدة تعطيني هاي الرغوة، مباشرة بنزل عليها بصل مفروم ناعم. هلأ إحنا عم نساوي صوص بهالشكل، عم نقلب البصل وبعدين رح ننزل عليه الثوم المهروس. يلا هلا بنشوف على الهوا كيف الطريقه بالخطوات اللي حكت لنا اياها شيف. ولو خلينا ناخذ ساره. صباح الخير يا ساره. صباح النور. اهلا وسهلا، صباح النور والسرور. انا بحبكم، بحب شيف علا، ودائما بحضركم وبتابعكم. حبتك العافيه يا رب، واحنا بنحبك كمان. هاي شيف علا معك، تفضلي يا ساره. ساره، يا ساره من وين عم تحكينا؟
من الصلت. من الصلت. قديش عمرك؟ 13 سنة. العمر كله يا عمر حبيبتي. اهلا وسهلا، صباحك سعيد. يلا هون احنا عم نقلي البصل والثوم وما بدنا نعطيه لون كتير ابدا، رح ننزل عليه شويه هيك رشه ملح عشان كريمه، صح؟ ما بدك انه يبين بالكريمه بالضبط نهائيا. أوكي. نزلت شويه ملح عشان فورا ينزل السوائل وفورا يبلش يدبل معي بدون ما ياخذ لون. شوفي شو رح يصير. في اشياء بصراحه يعني بتعملها شيف علا بتفتح عينيكم على امور معينه، يعني هي بالمنطق ما بدنا نغمقه كتير عشان يعني ما يضرب مع الكريمة اللون. لا حيضرب معاي الطعم، يعني مشكلة إذا بياخد لون مشكلة. فهون أنا هون عم بدبل فيه، وزي ما حكت ألكسندر ما بدنا نعطيه لون كتير. بهالوقت رح ننزل عليه معلقة كبيرة من دبس الفليفلة، هي أول خطوة للطعم الزاكي. ما في حطي معجون طماطم من خليفة، تمام؟ يلا يا وردة، يلا نأخذ وردة من جرش. صباح الفل يا وردة. اهلا وسهلا. هذا يعني على طول احنا بدلعوكي، يعني تعالي يا ورده روحي يا ورده، يعني هذا كله الدلع دائما اجباري. اهلا وسهلا، حبيت اصبح عليكم. الله يسعدك، صباحك زي الفل. هاي الشيف علا معك اذا تحبي كمان تساليها شيء يا ورده. اهلا يا ورده، صباح الورد. يسعد صباحك، شو اخبارك يا شيف حبيبتي؟ انا مشتاقه لك، شو الاخبار؟ الله الحمد لله، الله يعطيك العافية على الأكلات الزاكية. الله يعافي عمرك. بحب أولادك البرجر؟ والله أنا مش متزوجة. يا سلام، يلا صحة وهنا بالعافية يا رب. كلهم بيحبوا البرجر، ما في حدا بكرهه. ما عارفة أهل الأولاد رح يجننونا بالبرجر والشاورما، هبلونا. أحب أصبح على خلاتي وعلى عمتي على جوزها الشيخ أبو سهيل. نعم، إن شاء الله بيضلوا يا أمر. صباحهم فل إن شاء الله. الله يسعدك. اهلا وسهلا، اكيد ما رح ننسى الصباح، رح يكون احلى واحلى مع ورده ومع كل شركائنا بمطبخ يوم جديد. يعني ضيفنا هو كان معنا من رمضان بالسنه الماضيه، واليوم دائما الضيف هو من اهل الدار زي ما بيقولوا، شركه معدات للمطابخ ومنتجات خليفه، واكيد العريس المشخص دائما، يعني حتى في البيت بحسه يلحقني في البيت صار منتجات الكسيح. شو حطيتي قبل شوي الاحمر؟ دبس فليفلة. فليفلة حطيتي رشيتي سيزن بهار دجاج. هلا بنزل الثوم. اوكي، عشان ما بدي يعطيني نكهه قويه كثير، بس هو مع الزبده رح يعطيني شغل. يعني شوفوا هاي التقليه هي النكهه. مبينه مبينه صراحه. شميتي ريحه الثوم؟ شميت، بقول لك مبينه واضحه. انا بس هيك بدي اعملها تشك مع الماده الدهنيه فقط. بعدين هون رح ننزل البهارات، ضروري البهارات احمصها قبل الكريمه وقبل الوايت مشروم وقبل البرجر. هلا رح ننزل ثوم وبصل باودر من عند اي عطار جيبيهم، وهي بصل باودر كمان كثير زاكيه، ورح نحط كمان بابريكا خشنه شكل ولونه زي ما قلت لكم. شوفوا البابريكا دائما بس تجيبي بهار خشن في بيتك تذكريني، شوفي ما احلى شكلها. خشنه، هذا فلفل حلو منشف ومجروش، يعطيكي جمال في الطبخه، غير انه الطعم بيكون اطيب ما يكون ناعم على الاخر. صح، كثير اسكى. وملح وفلفل. خليني اصبح كمان على غسان حمادنا، ام علي الشيخ، منى، ابو راغب، يسرى السيناوي، وخلينا ناخذ اتصال. ام عبد الله. نعم. صباح الخير يا ام عبد الله. يسعد صباحك يا اكسندرا. اهلا وسهلا، يسعد صباحك. الله يسعدك ويسعد الشيف علا وعلى هالبرنامج الحلو كثير. تسلمي يا رب. من وين عم تحكينا يا ام عبد الله؟ من عمان. من هون يا ميت، اهلا وسهلا فيكي. اهلا بك. اي الشيف علا معك، بدك تساليها شيء؟ نعم يلا قولي. ست الكل، صباح الورد. صباح الفل والياسمين، كيفك يا حبيبتي؟ شو أخبارك؟ أنا منيحة ست الكل حبيبتي، الله يسعدك. الله يسعدك. هلا بدي أسألك سؤال، امبارح صار معي هذا الموقف. يلا. امبارح بيجوا عندنا هون تبع الغنم، أجا إيش؟ بعصر الحليب اللي بيجيبه حليب الغنم. الراعي يعني تبع الغنم. نعم. إجا يبيعك حليب. فريش. نعم، أخذت منه وغليته، اشوف بس وطفيت الغاز تحتيه، بس طفيته فصل كتل الحليب وهيك كبتل. ما بعد كبتل معك الحليب، يعني فصل. خلينا نقول صرتي عم تشعري انه الحليب بجهه وكانه في مي بجهه. بس لا، ما صار هيك كله كامل، بس صار هيك زي الكتل اتخثر. يعني قد يكون
يعني لحسن النية، ولكن احنا بنحكي الموجود، انا ما شفته لازم اشوفه عشان اقول لك السبب، ولكن قد يكون نعم. مخلوط بمي واحد، وقد يكون حلبه قدام البنت يعني محلوب قدامه، معناته انت غليتيه على درجه حراره عاليه، خليه زي ما هو، اتركيه على جنب يبرد، برجع بتجانس اذا حلبه قدامك. هو حلبه قدامنا يعني قدام البنت اتركيه بس يبرد، ما عادي يعني. والله انا كبيت خساره مع الاسف يعني. كبيتي. يلا بيعوض الله، بيعوض الله، معلش بيعوض الله. اهلا وسهلا. يلا للمرات الجاي اذا حبيب. فعلا متاكده انه الحليب محلوب يعني قدامك، مش مكسور بمي ولا انه قديم او خربان، يعني استعملي هاي الطريقه زي ما قالت الشيف علا. اذا كبتل خليه بيرجع بتجانس مره ثانيه. نحكي بسرعه بسرعه، رح اخلي لكم هاي الحبه، دائما انا بحكي عنها بس رح نعيدها للناس كثير اللي ببعثوا لي انه انا مش فاهم شو قصدك. شو هي هاد؟ اذكى شيء ممكن تفرميه مع بيض وبصل وتفطري، فانا ما رح استغني عنه. بدك تستغني عنه بتبرميه برم بهالشكل بيطلع معك، صح؟ تمام. بعدين شايفه هذا اللي هون هيك، تبعديه عن نفس الحبه شو مكان نوعه، ما بنمسحه لأنه أحياناً الأتربة اللي هي التراب اللي بنزرع فيه ما بيروح، ما بنغسله. طلعي شو صار في المقلاية، ولا نقطة زيت ولا زبدة، ضل كله سحبه الفطر. ترجع معاي الحبة شو مشخصة، عشان هيك في المطعم شكلها حلو وعندك لا. تمام، يلا رح نروح نحطها في المقلاية، لأنه هي عادة أنا خطر ببالي كبرزنتبل للطبق، رح أجيب قطعة برجر بعدين أحطها هيك الحبة زي القبة فوقها، بعدين رح أحط فوقها حبات المشروم والصوص. ممكن هذا المشروم القطع تخليه مفروم ناعم وتخلي حبة كاملة. ما بعرف إيش بتجيبيه جنبي هاي. سوف لن أقدر أستطيع أبدا. يلا هلأ هون شوفنا الصوص علا كتير طيبة. دبس الفلافلة هو الخطير، رح نجيب لتر كريمة، فيك تحطي معلقة طحين وفيكي ما تحطي. إذا بدك إياها تك أكتر. أوكي. يعني تكون زي صوص معقود، وفيك تخليه سايب بهالشكل. رح نخليه يغلي شوي وبعدين رح نحط له معلقة طحين. تمام. راشدة وساط، أم يزن بني هاني، إسراء، صباح الخير، أم محمد القرآن، نجاح الدقامسة، أمين الدباس، جوان أبو هلالة، لوريس البرواوي. نأخذ اتصال. محمد الزواهري، صباح الخير يا محمد. محمد صباح الخير، سامعنا؟ لسه الاتصال معنا ولا فصل؟ محمد سامعنا؟ طيب إذا سامعنا ارجع احكينا، لأنه في مشكلة بالخط، يا إما فصل الاتصال. وهي البرجر طلع من الفرن زي ما شايفينه على هلا. شوفي أليكس، بدي أغششهم شغلة، هم تعودوا علينا في يوم جديد إنه إحنا ما عنا إشي نخبيه عن المشاهد أبدا، يعني مش بس مجرد فقرة بدنا نطلع فيها والسلام. هذا نوع برجر جاهز من السوق، تمام. نوع اللحم المستخدم مش يعني أنا رايحة وزايرة المصنع، مش مجمد، مبرد. قطعية اللحم المستخدمة جدا غالية. هل سعره غالي؟ مش غالي ومش رخيص، بس بدي أورجيكي البرجر كيف اللحمة، تحسي فيه، مش عارفة كيف بدي أحكي لكم أوصف لكم القوام، بس هو صراحة طايشة من الريحة. نوع البرجر كتير طيب، للي ما عندها وقت تعمل بالبيت دوقي. لحمة دوقي لحمة. فاعرفي شو تشتري عشان تضل أمورك بالسلم، يعني قدر المستطاع اضطريتي تشتري من برا اشتري، بس كمان ديري بالك شوي شوي. هلأ هون أنا شو عم بعمل؟ زي ما قلت لكم، شوفوا شكلها، طلعوا ما أحلاها. تمسكي حبة البرجر وبتمسكي اللي هي حبة الفطر زي ما هي كامل، وفينا إحنا نكمل الصوص، نمسك اللي هي قطعة الفطر هاي نفرمها ناعم على الآخر، وبعدين أنا بالتقديم بشتغل الشغل اللي بدي إياه. هلأ بتشوفوا كيف طيبة اللحمة كتير. جد يعني في ناس تضطر تشتري من برا، في ستات ما عندها وقت، صح. في ستات بتخدم حماتها الكبيرة المسنة، صح. يعني في أحيانا في أسباب، مش تقصير ولكن ضيق وقت. ودائما أنا بقول اللي بتشتغل واللي ما بتشتغل التزاماتها
غير شكل. صح. فالله يعطيهم العافية جميعا. آمين يا رب. أطفال يعني الله يعينهم. صح. ومرات بيصير في ظروف أوقات كتير صراحة، يعني في ناس مرات بيجوا على غفلة، يعني بقول لك معك ساعتين ثلاثة بدك تعملي لك شيء، فبيقدر الواحد فعليا يعني أنا بديش هيك شوي يزعلوا مني الرجال، ولكن في كتير رجال ما بيقدر موضوع الوقت، إنه أنت قاعدة ساعة وبكون أنا وأصحابي عندك، ساعة وبكون أنا وإخوان عندك جهزي طبخة، فهذا السيناريو موجود عندنا. نعم. الرجل الشرقي العربي بيعرف إنه الست قدها وقدود، ف ما برحب. وخيروا بيته دائما مفتوح، فيعني ان شاء الله دائما بيوتكم مفتوحه. خلينا ناخذ ريم. صباح الخير. صباح الفل، كيفك يا ريم؟ الله يسعد قلبك يا الكساندرا، انا بحبك كثير كثير. وانا بحبك كثير كثير، يسعد لي هالحكي الحلو وهالصوت اللي بجنن. ما شاء الله عليك. تسلمي يا رب، الله يسعدك يا ريم. شكراً. أحلى صباح للشيف علا الحلوة الأميرة. هيها هيها بتشرفك يا أمك يا ريما. يا أم جاد. يا حبيبتي الله يسعدك. أم إيش البركة؟ أم منى. أم منى، خلي لك منى يا ربي. الله يخلي لك منى يا رب. الله يرضى عليك إن شاء الله يا ربي بأعلى المراتب، نشوف جاد يا رب. وجودكم ونفسكم أكيد. آمين يا رب جميعاً. بدي من أجيات الحلوة يا شيف تعملي لنا هي طلية قبل رمضان. الله الله الله، عندك سمن بلدي؟ والله عندي، بس ليش يا شيف مرة بتضبط معي ومرة يا أنها بتطلع رخوة كثير يا أنها بتطلع جامدة كثير، شو السبب بدري؟ أبشري أبشري. حاضر. خلاص من عيني. يسعد قلبك، بدنا إياها قبل رمضان يا قلبي. أبشري أبشري، تدللي بعيوني. يسعد قلوبكم يا رب. حبيبتي أهلا وسهلا. تسلمي يا ريما، شكرا يا حبيبتي، شكرا يا أم منى. هي طلية إذن عليهم. يلا يلا أبايين، من البلدي وهيك بالسدر الستيل ولا الألمنيوم هيك على الأصول. يا سلام. يعني ها شوفوا هلأ هون الصوص زاكي بس سايب شوي، فأنا شو عملت حيلة، نتفة هيك نتفة صغيرة، معلقة طحين وشوية مي، مي باردة لأنه هون إذا نزلته باودر رح يكبتل. فشوفي هيك شو بيسوي، هلأ فورا رح يشد الخليط، فمش تحطي نشا، طحين. ليش مش نشا صحيح؟ هلا النشا صراحة بتصير زي الهيطلية. بنشف كثير. بس الطحين بضل القوام سايب، بس الطحين بشد. اوكي. النشا بكبتل كثير، بس الطحين اخف. يعني عصيره الهيطلية. ها شوفي طلع كيف صار معي، اتقل هيك افخم، بتحسي شو دسم ولا هو شوية كريمة، والسلام ختام. تمام. طلحة لاتوم صباح الخير. أم هشام العواملة، فواز الشمالي، كمان هدى كريشان صباح الفل. خلينا ناخد أم إياس. صباح الفل يا أم إياس. صباح الخيرات والميرات والوردات المفتحات لأحلى مذيعة وأحلى شيف. يسعد قلبك يا أم إياس، شكرا لإلك، صباحك زي الفل إن شاء الله. يسعد لنا هالصوت الحلو. زبطت اليوم معك. اليوم زبطت معك خلاص، يعني صرتي من أهل الدار. الله يرضى عليكي، البركة فيكم. تسلمي تسلمي يا أم إياس، تسلمي يا رب. هاي الشيف علا معك، تفضلي. يسعد صباحك يا حلوة. الله يسعد هالصوت يا أم إياس. ست علا ملك الشفات كلها. لا حبيبتي، الخير والبركة بالجميع أكيد، وانتو قبلنا كلياتنا أكيد. يسعدك يا رب. أنا الكهرباء عندي مقطوعة، لا نت ولا تلفزيون، بس إن شاء الله بحضرها مسجلة. أبداً حبيبتي، الله يسعدك وطول عمرك، والخير عنا وعندك يا رب. يسعد صباحك دائماً. ويسلم 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 على كل الوصفات اللي بتعمليها، يعني ما شاء الله صار عندي مجلد لوصفاتك يا حبيبتي. أنتوا البركة، مطبقة عملياً كمان حبيبتي أنت. الله يسعدك والخير عنا وعندك دائماً، شدي الهمة بس يا أم إياس. الله يسعدك، يعطيكوا ألف عافية، يسعد صباحك جميل. حبيبتي القلب أهلا وسهلا. تسلم يا رب. تسلم يا أم إياس. تقل صح؟ تقل كتير. قاعدة بفكر طبيعة الصوص والنكهات إيش بيزبط معاها كمان، غير برجر اللحمة وبرجر الدجاج وهيك، إيش يعني إيش ممكن الواحد؟ كرة كفتة. هاي أنا بستناها قاعدة، هاي الحركة دوق المال قاعدة بستناها. هلأ أنا شو بدي أعمل، هديت النار على الآخر لأنه أنا عندي البرجر شوحته من فوق من تحت. هلأ البرجر عادة حتى بالبيت عندي لا تقلي، لا تخلي أولادك يشربوا زيت ولا معلمانية، بخت زيت من فوق ومن تحت من الكاسيح، بدوش ملح ممتاز، أو نقطتين زيت، حطيهم على الجريل، حطيهم بمقلاي غير لاصقة، قلبيهم بالشوكة، حطيهم بالفرن، نهائي ما بقرب على الزيت نهائي نهائي. كتير كتير الصوص مزبوط وطيب كتير. شوفي هلأ أنا ليش هديت النار، لأنه أنا بدي البرجر تاخد النكهة
بس بدون ما تشتش اللحمه معي، ممكن تفك حسب نوع البرجر اللي انت جايبتي. صح. تمام. فاحنا على الهدا، شوفي حبه الفطر ماسكاها هلا، لو قسمناها بالنص هلا راح اعمل الديسبلاي لهيك من كورس، وراح نهديه لألكسندرا ونشوف كيف ممكن البرزنتيشن يكون. قطعه برجر جنبها اللي هي قطعه مشروم فوق منها، ممكن يكون فوق منها شوي من الصوص او بهيك بريق صغير لتقديم الصوصات، وبحد منها ماش بوتيتو او اللي هي شويه خضار سوتيه. فيعني شيء كثير هيك ممكن انا اغير كثير بملامحه، بس هو شيء بسيط. صح، وبطريقه معينه. هلا راح نشوف اكثر من طريقه راح تقدم لنا اياها الشيف علا، بس خلينا ناخذ رنيم من العقبه. صباحو. صباح الخير. صباح النور. اهلا وسهلا. اهلا فيكي. كيفك؟ حلوان. صباح الفل. ايه اخبارك؟ منيحه انا تمام كويسه. قد ايه عمرك؟ 18. اسم الله العمر كله. لا صوتك اصغر صراحه. هاي الشيف علا معك، شو بدك تساليها؟ بتحب الاكل والطبيخ؟ كثير. حبيبتي صباح الورد والياسمين. انتوا اهل العقبه مشخصين هلا، عندكم الدنيا شوق صح؟ صيفات. يلا تتهنوا يا قمر، تتهنوا وسلامنا للاهل. حبيبه قلبي اهلا وسهلا. تسلم يا رب. رح نخليها تتسبك منيح، وبعد الفاصل رح اسكب لك اياها شيء زاكي ورح تدعوا لنا عليه. احنا عم نحاول نشوف المشهد، خلينا نشوف المشهد وهو بينصب الدريسنج على قطعة البرجر والمشروم، لانه شيف علا قدمت لكم طريقتين لطريقة تقديم هذا الطبق. يا اما بتعملوه كل حبة مشروم مع حبة برجر لحالها بصحن، يا بتقدموه كله مع بعض. يعني هينا شايفين على الهواء طريقتين للتقديم، انتوا اختاروا. طريقتين حلوين صراحة. يا سلام، يعني برجر ومشروم مشخصين أبدا. على طول. صباح الفل لكم. وزي ما شفنا قبل الفاصل طريقة عمل هاي الطريقة اللي اخترعتها الشيف علا، ولكنها طيبة صراحة. يعني أنا دقت الدريسينج، دقت المشروم كتير طيبة. فلما بتحطوها مع برجر أو ممكن كرات لحمة أو أي شيء بتكون إياه، ممكن إنه فعلا تستفيدوا منها. كباب أو كباب، زاد عندك كباب كنت عازمة حدا، زاد عندك صحن وما بكفي لكل الأولاد، بس ما بدك تطبخي، دوري وعملي بطبخة تانية. تمام. يلا ناخد محمد. أحمد، أحمد من جرش. صباح الخير يا أحمد. أهلا وسهلا. صراحة حابة أكون على الطبخات المميزة لأنه متابعينكم من زمان. أهلا وسهلا فيك وشكرا لمتابعتك واهتمامك في مجال استفسار وسؤال الشيف علا. طبعا تفضل. هاي عم صباح تسمعك. الورد بنصر هالوقت. أهلا وسهلا. صباح الفل. الله يعطيك العافية يا شيخ. الله يعافي عمرك يا رب. أهلا وسهلا. بنصر هالوقت المميز يا شيخ. الله يسعدك. أبدا واجبنا. على عين وراس. شكرا لك يا شيف. الله يعطيك العافيه عليك. صباح. الله يسعدك. وبدي تسلم لي على الاهل. الله يسلمك. شكرا. شكرا. اهلا وسهلا فيك. حياك. يا هلا بيك. شكرا لك يا احمد. صباح الخير لسميره الخطاطبه. سميره عم بتوجه يعني هيك تعليق، بتقول امبارح بوسط البلد كانت الفعاليات بتجنن، واحنا حكينا يمكن عن يوم المدينة وكان رعد الصبح زميلنا موجود بوسط البلد، فتحية أكيد لكل الأشخاص. ولكن هي بتنتقد إنه كل الأشخاص اللي كانوا موجودين للأسف الشديد تركوا المهملات على الأرض، وكان المنظر صراحة سيء. وهذا اللي قبل شوي يمكن كنا بنحكي فيه أنا وإبراهيم، إنه يا ريت بنتمنى نعتبر أي مكان إحنا موجودين فيه بهالبلد هو بيتنا. يعني احنا بالبيت عندنا سلة مهملات، منروح نزت بسلة المهملات، ابدا ما نكب على الارض، بنعمل حساب انه البيت يضل نظيف. فلازم كمان نفس الشيء نفكر ببلدنا وباي مكان احنا موجودين فيه. يا ريت نتمنى اكيد. كمان عند ليب العناقري. صباح الخير.
موسى الشطي صباح الخير، أم سائر أبو العنين، إمرامي كنعان يا صباح الفل، أيضا عبد القادر العجلين، سلوى النتشة، أسبوع إن شاء الله يربي مشرق، بلال العمارين، نعيم الحمدان صباح الفل، إسراء الجباري. يلا إذا خليني أحاول صفاء محمد صباح الخير، وخلينا هينا شفنا الطبق، يا سلام شو هالبرزنتيشن. طبعا هو حلو يكون شوية ماش بوتيتو أو إذا بدهم يحطوا لهم شوية خضر سوتي. تمام إذا هاي الوصفة الأولى صارت جاهزة على مائدة مطبخ يوم جديد.